فارس غادي تشجع ديانا حداد في المونديال من الكره العربيه. المغرب ومصر وتونس والسعوديه كل الدول العربيه نفتخر فيها، الاهم ان يوصلوا للنهائيات، هذا هدفنا صح ولا لا؟ صح. فالوفون كلهم اللي بيلعب حلو بيستاهل. دنيا بطنه فنانة جميلة و صوتة جميلة وحضورة جميل، الله يوفقها بتمنى لها كل الخير حبيبتي، تستاهل الغزل. بالنسبة للشق الثاني اللي هو المسلسلات والأفلام، من بدايتي لهلا يعرض عليه مسلسلات وأفلام. للحقيقة مع احترامي لكل الدراما العربية لحد الآن ما لقيت ولا سيناريو جديد ويضيف لمسيرتي الفنية. وأنا من نوع إذا ما كان في شيء إضافي لمسيرتي الفنية ما بجازف فيه. ففي كتير سيناريوهات معرضت عليه مؤخرا، في منهم بدوي، في منهم خليجي مشترك وأفلام. بس أنا إذا بدي أخذ شيء وخاطر بدي يكون شيء فكرة جديدة تحاكي جيل الشباب مشاكل عم عايشها بحياتها، بس بطرح جديد وأفكار متطورة يعني تحاكي جيل الشباب.